السيد الرئيس محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساحل الحمراء وادي الذهب. أخينا وصديقنا الأستاذ علي فضيل والأخ رئيس التحرير سي يعقوبي فعلا بهذه الوقفة التي جاءت في ظروف صعبة وقاسية والتحدي من طرف الشعب الصحراوي لا تعتبر مسجلة في التاريخ بماء من ذهب لهذه الصحيفة الكبيرة التي انتشرت في ربع العالم. من العدوان الهمجي الغادر الإجرامي لا يماثله إلا ما قامت به إسرائيل في غزة. أنا شخصيا عندما رأيت طائرات الهليكوبتر تحوم على مخيم الاستقلال للصحراويين النازحين وعملية الفرار شرق وغرب شمال وجنوب لم يكن إلا ما قامت به إسرائيل وكنا نشاهده في الفضائيات. إذن هذا النظام يتبع نفس سياسة العدو الصهيوني في فلسطين وكل مجريات النظام المغربي كمتتبعين لتطوراته السياسية حتى في المفاوضات والتنصر والمماطلة واللعب على كسب الوقت هي نفس سياسة الكيان الصهيوني في فلسطين. ولكن مهما حاول النظام المغربي وهذا الملك سيس أو ما ضاقش الحرب من المقاومين الصحراويين لو يذوق 7 أيام فقط أنا نقول لك يسيب هذه المملكة نتاعه ويروح الفلبين كما متعود يروح من كل مرة يروح الفلبين وتايلاند. والخطاب الذي ألقاه يوم 6 نوفمبر والذي ألقاه في عام 2009 و2008 هي نفس الكلمات بطريقة استفزازية وخطابه الأخير الذي استفز فيه الجزائر. ويبدو لي أن هذا الملك ما زال لم يعرف الجزائر والشعب الجزائري عن حقيقته بالرغم أنه عندما كان طفل صغير كان يأتي مع أخوه إلى الجزائر ويصيفها معه لكن ما عرف الشعب الجزائري لأن الجزائر وموقف شعبنا ودولتنا ورئيسنا ومؤسسات بلادنا لم تأتي نتيجة نزوة ولم تأتي نتيجة أطماع ولم تأتي نتيجة أغراض شخصية بل جاءت تماشيا مع قيم وتاريخ ونضال الشعب الجزائري الذي عرف الظلم والاحتلال والقهر والقتل الجماعي والتشريد ورفض الشعب الجزائري وما زال يرفض فرض الأمر الواقع على أي شعب من شعوب العالم لأن الجزائر كانت تسمى قبل الثوار. وخطاب الملك محمد السادس الذي لا حدث بالنسبة لنا في الجزائر لا حدث لهذا الخطاب الاستفزازي المتعنت الذي يمثل الهروب إلى الأمام ومهما حاول أن يتحدث ويتهجم على الجزائر. الجزائر دولة كبيرة 1,400,000 كيلومتر مربع شعبها شعب عظيم عنده تاريخه نضاله بلاد بإمكانياتها لا يؤثر فينا ما يقوله الملك أو من يدعم الملك وأعني بذلك فرنسا لأن الملك الحسن الثاني هو مستقل بالحكومة الفرنسية وهذا لا يفيده لأنه في هذه المنطقة نعمل على السلم والاستقرار والأمن من أجل تنمية شعوب المنطقة وحتى أطراف بلدان المغرب العربي. أنا نتكلم بدون حدود ولا قيود كمناضل في هذه القضية العادلة التي أقرتها المجموعة الدولية بأنها تصفية استعمار وأكدت على حق الشعب الصحراوي في القيام باستفتاء حر وشفاف ونزيه حتى بلدان المغرب العربي. أولا إذا كان المغرب يدعي أنه أمير المؤمنين وهو رئيس لجنة القدس هاي القدس راح إيش ما بقى في القدس القدس حذرها إنها أولها أراضيها وهو يدعي أنه رئيس لجنة القدس. ثانيا إذا هو أمير المؤمنين هذا الشهر شهر حرام فيه القتل أو جرح حتى بعضها لأن نحن على أبواب وقفة عرفات. إذن هذا نظام استعماري توسعي وهم وحلم الامبراطوريه الوهميه
وعنده أطماع ولا يشكل خطر على الصحراء الغربية فقط بل على كل منطقة المغرب العربي وعلى غرب أفريقيا وعلى وسط أفريقيا. إذن في ختام كلامي حتى لا أطيل، موقفنا وعبر عليه أخينا وصديقنا رئيس اللجنة الوطنية، موقف الجزائر ثابت، والجزائر رافضة على لسان رئيس الجمهورية في كل المناسبات لا يمكن أن نقبل لي ذراع الشعب الصحراوي، ولا يمكن أن نقبل فرض الأمن على الشعب الصحراوي. والجزائر عالمة رسميا في الأمم المتحدة كعضو في هيئة الأمم المتحدة وفي كل الندوات الدولية والمنظمات أننا ثابتون ومتمسكون بتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تغيير المصير طبقا لما قررته الأمم المتحدة في الجمعية العامة وفي اللجنة الرابعة والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والتي جلها تقر بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وتقر بأن قضية شعب الصحراء هي قضية تصفية الاستعمار. والسؤال المطروح، أين مجلس الأمن من تنفيذ قراراته؟ ألم يصدر مجلس الأمن قراراته وقال لابد من تطبيق تقرير مصير للشعب الصحراوي؟ والبلدان العربية مثل ما تفضل السيد الرئيس، لا نذهب إلى البلدان العربية، خلونا غير في المغرب العربي. أين موقف موريتانيا؟ والشعب الصحراوي يباد على مرمى حجر من نواكشوط. أين موقف تونس؟ أين موقف الجماهيرية؟ والشعب يباد أمام أعينهم ويريدون بناء المغرب العربي. أي مغرب عربي هذا الذي نبنوه والشعب الصحراوي أرضه محتلة ومعتدي عليه ومهان؟ أي مغرب عربي الذي نريد أن نبنيه؟ نبني المغرب العربي عندما يستتب الأمن والسلم والاستقرار، نبني المغرب العربي عندما يسحب الملك الجيش المحتل الصحراء بقوة سلاح، نبني المغرب العربي عندما تكون الجمهورية العربية الصحراوية طرف المغرب العربي. وأنا أقول كرأي شخصي ويشاطر الكثير، لا يمكن بناء المغرب العربي والشعب الصحراوي مهان، أرض محتلة معتدى عليه. ومن يوم الاثنين من السادس صباحا إلى يومنا هذا وهو يقتل ويذبح ويشرد في أرضه، أي مغرب عربي؟ لن نبني المغرب العربي. أنا شخصيا نقاوم فكرة بناء المغرب العربي في ظل احتلال الصحراء وفي ظل اعتداء على الشعب الصحراوي. وإذا هذا محمد السادس كما يقولوا يحب يلعب بدينه، يزيد يقدم شبر قدام. هذه الجزائر كل الموجات عبر تاريخها لحقت وتكسرت عليها، وإذا يحب يتهرب بالجزائرية البسيطة يتفضل يقدم قدام. السلام عليكم.